تصلني بعض التعليقات عن تربية الهامستر والقطط في نفس المنزل. نعم، يمكنك ذلك، لكن يجب عليك التعامل بحذر بحيث تقوم بوضع قفص الهامستر في غرفة لا يدخلها القطط، لأن أغلب القطط تسبب أذى للهامسترات. لكن ما سترونه في هذا الفيديو عكس ذلك. سأقوم بجمع القطة مشكا والهامستر بومباستيك في نفس المكان، وسترون ردة فعل القطة. إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، والضغط على زر إعجاب لدعم أكثر. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتي، أحب أن أخبرك أن هذه القطة وجدتها في الشارع وكان عمرها تقريبا شهر وبضع أيام، وبعد مرور 6 شهور أصبحت بهذا الشكل. ومنذ ذلك الحين وأنا أتركها تتجول في غرفة الهامستر، لكن بوجودي معها ومراقبتها، فاكتشفت أن هذه القطة تخاف من الهامستر إذا وضعتها معها في نفس القفص. والسبب هو أن هذه القطة لم يكن لديها أم أو أب يعلمها اصطياد الفئران والحشرات. منذ صغارها وهي تراقبهم وراء الزجاج وتلعب معهم، ولا تعلم بأن هذه المخلوقات يمكن أن تصبح غذاءها في يوم من الأيام. لذلك قررت جمعها مع الهامستر، وترون ردة فعلها المضحكة. طبعا لا أنصحكم بتجربة هذا الأمر، فأنا لدي قطط أخرى وماهرة في اصطياد الفئران، أتركها بعيدا عن غرفة الهامستر. أما بالنسبة لهذه القطة، أنا متأكد أنها لن تسبب لهم الأذى، لأنها في الأصل تخاف منهم ولا تعلم بأن القط يصطاد الفأر والهامسترات. خلاصة القول، يمكن ترويض القطط الصغيرة المتربية في المنزل على أن الهامستر مجرد حيوان مثلها وليس غذاءها، لكن كونوا على يقين على أن هذا النوع من القطط إذا رأى فأرا يتجول في المنزل لن يعيره أي اهتمام، بل سيهرب بعيدا خوفا من الفأر. مسكينة كتخاف، ماش كتخاف؟ علاش؟ كاين شي قطة كتخاف من الفار؟ هاش مسكة مسكة مسكة. مشكا مشكا، شوف هما بحالها، شوف شوف، اجي اجي هاك هاك، شوف شو هذا، هذا حالو بحال هذا، هما هما ثلاثة الفيران هنايا، اجي شو عاوتاني. خداها لك الفارة ديالك. هاي سحب له شي همستر اخر.
مشكا مشكا هاك هاك واش كاين شي واحد كيخاف من كرتون؟ هاك هاك شوف شوف صافي ها هادي والو غير كرتون ها مزي والو بقا كتخاف ها هو ها هو حط دابا معاه يلا ايش ايش هاك هو وكان هذا هو فيديو اليوم. أتمنى من كل قلبي أن تقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم المحبين الهمسترات والقطط، وتضغطوا على زر إعجاب لدعمي أكثر، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.